أعتقد واحد يكون واحد السيد رئيس المجلس والجزائر برئاسة فيها لجائحة كورونا لعرض عندما يعني اليوم تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية وفي نفس السياق لعودة الجزائر على الساحة الدولية نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري اجتماع للجمعية العامة الاستثنائية، وهذا لإعادة تنشيط وإعادة دفع نشاط هذه الرابطة. يوم صباحا كان فيه اجتماع لمجلس الإدارة للرابطة أين تحدثنا حول عدة نقاط، من أهمها هي تأكيد دور الجزائر وتزكية رئاسة الجزائر لهذه الرابطة لمدة العهدة القادمة وهي 3 سنوات، كما أن الجزائر ستحتفظ كذلك بالأمانة العامة للرابطة، وتم كذلك تزكية رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني لتولي نيابة الرئاسة.